مرحبا بكم مرة أخرى معنا في برنامج صدى الإبداع. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم خصصناها لمناقشة موضوع الأدب والهجرة بحضور مجموعة من الباحثين في هذا المجال. قبل ما نستضيف ضيفنا الأول في هذه الأمسية، نخليكم مع الدليل. في الفقرة الأولى غنستضيف القص والروائي علي أفلال، واللي غادي يقدم لنا رواية رقصات الدمع. موضوع الحلقة حول الأدب والهجرة بحضور الناقد الأدبي محمد معتصم. ضيف الفقرة الفنية المخرج محمد إسماعيل. جمهورنا الكريم، تصفيقات حارة للروائي علي أفلال. سعيدة أنك معنا، له صوته الخاص في ساحة الإبداع العربي والمغربي. علي أفلال قاص وروائي، بدأ نشر أعماله منذ التسعينات، أغنى الساحة الفكرية والأدبية بالعديد من الروايات والقصص ذات النفحة الخاصة على المستوى اللغوي والحس أيضا الأدبي، عصامي التكوين، وهنا تكمن يعني فرادته. تعلم الكتابة داخل صالون الحلاقة، يعيش بفرنسا منذ 1968، جال عدة دول وحاز بها على عدة دبلومات وميداليات في مجال فن الحلاقة، وهو حكم دولي وعضو الكونفدرالية الدولية للحلاقة. اهتم بدراسة العديد من المثقفين والأدباء أيضا والناقدين المغاربة، وألفوا يعني حولها عدة دراسات، و قاموا معه بإجراء عدة حوارات أدبية. صدر له ما يقارب 20 رواية، سأقترح عليكم بعضا منها. أبدأ بأفعى في الصدر، وهي أولى مجامعه القصصية. نساء باكيات رواية، أيضا هبيب الرماد رواية، بوح العواصف رواية، أيضا وشم على جدار القلب، أي ابن من أنا أيضا رواية، من أيقظ الجمر، ميلودا في ترجمتها العربية وفي ترجمتها أيضا يعني بنسختها العربية وترجمتها الفرنسية، هيلانا، ثم أنا وأمي، وزمورية أنا، وهذه بعض من نماذجه. ومعنا اليوم لتقديم آخر يعني أعماله الإبداعية رقصات الدمع. سي علي، بما أن هذه الرواية تدور حول شخصية نسائية، أفضل أن تبدأ الحديث معنا عن روايتك هذه أو عن روايتك هذه انطلاقا من هذه الشخصية. أولا أشكركم على هذه الالتفاتة القيمة. مرحبا بك علي. مرحبا التي بك. كانت وكان ونها حلم، بحكم أنني كثير من الأحلام لم تحقق، ولكن بهذه الطريقة أني أشكركم، لأن هناك ما تحقق هو هذا اللقاء أمام هذا الجمهور الكريم وأمام المشاهد المثقف المغربي أولا ثم العربي ثانيا. مرحبا بك ضيفا. والجمهور فرنسي، جمهورك في فرنسا، هناك العديد من الأصدقاء والزملاء والعائلة ديالك اللي كتبع البرنامج من فرنسا ديال فرنسية. تحياتي لكم. الآن أنا كان عارف حول عراكم حول المائدة، ولست أدري شكون اللي كانت في النوبة، باش تشوفوا الآن إنني أمام جماعة من الأصدقاء. سيدنا الكريم، الله يحفظك. الأخ الكريمة، الله يحفظك. مريم، أسي محمد. إذن عندما نعود إلى فرنسا سيكون هناك لقاء. نعم. شخصية هذه الرواية سي علي. نعم. شخصية هذه الرواية. أولا عندما أقول الهجرة أقول لك كلمة، أني رضعت المرارة من صدر الهجرة. يا سلام. وبالحكم المرارة كونت عالما خاصا بي لكتابة الرواية. هناك عدة دراسات حول الهجرة، ولكن ما كانت شي دراسة حول المهاجر. إذا كنا كنعرفوا بأن الهجرة كان فيها إيجابيات، دائما من يكتب على الهجرة يذكر الإيجابيات ولكن لم يذكر السلبيات. ما من شيء إلا وله سلبيات. ولكن إذا شئت الآن أتحدث عن سلبيات الهجرة، ربما سأخذ أكثر ما بيسمح لي في هذه الحلقة. معليش. تفضل. احنا هنا بصددنا، احنا هنا نستقبلوك باش تناقش معنا الأعمال ديالك الفنية كاملة والأدبية، والموضوع هو الأدب والهجرة. ولكن الأهم من هذا الشيء كامل هو أن رغم الصعوبات رغم السلبيات الإيجابيات كاينة، وأنت كتبتي تقريبا أكثر من 20 مؤلف، هذا جميل، هذا كله إيجابي. 30 مؤلف. إذا ما لماذا؟ لأني وجدت واحد النوع ديال المرارة في ناس ما كيذكرهمش الكتاب، ما كيذكرهم ولو هما داك الفوج الأول اللي كان في أوائل الستينات. هذا الإنساف اللي وصل إلى، كانت فرنسا في حاجة إلى اليد العاملة اللي هي خارجة من الحرب العالمية الثانية، وكان بزاف ديال الهدم وبزاف ديال الأشياء كلها. كان يعني كتشوف الأجانب، العمال الأجانب، واحد الفرح وواحد السرور، إلى درجة أن في هونداي كانوا كيستقبلوا الخبز بالحليب المهاجرين اللي جايين لفرنسا. إذن هذا الجيل الأول كون واحد طريقة ديال أرضية، واحد الأرضية إلى آخره. ولكنه كان كيتعذب،
ولكنه جاء قادر على باش يهز واحد المشكل، بحيث انني ساعطي نظره بسيطه على ملي كيكون بيت صغير كيكونوا فيه سته ديال الناس، سرير هذا فوق هذا، ثم كان هناك على هذا الاكل كيكون مشروك مثلا غادي ندرج هذاك القميله كيكون فيها خيزو البطاطا واللفت واللحم. اذا اللحم مشترك، باش غادي نعرفوا قطعه اللحم ديال هذا وقطعه اللحم ديال هذا وقطعه اللحم ديال الناس، كله حقه كله ورزقه كنقسموا. كتحط القميله، وهذا السؤال طرحته في واحد المؤتمر، في الوقت اللي كتحط هذيك القميله هذيك كيهز الاخر خيط ابيض، الاخر خيط احمر، اخر هذا حتى كل واحد كيعرف طر ديال اللحم. ما بقي في هذيك القميله وفي هذيك الكسره كيتقسم في العشاء، وفي كل واحد كيفاش كيهز. هذا تقريبا على ان ذاك الجيل كيفاش عاش الجيل الاول. لكن عندما تكون هذا الجيل هذا، اي اللي تكون من صلب هذا الجيل الاول، الجيل الثاني. الجيل الثاني بدا كيخالف الوضعيه التي كان عليها الجيل الاول. يعني بدا كيفكر بان ما غاديش يعيش في واحد البيت في سته الناس ولا سبعه الناس ولا هذا، وما غاديش يذكر. جات واحد النوعيه اخرى كتجدد في قضيه المهاجرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا لكن في الوقت اللي كنوصلوا الجيل الثالث، الجيل الثالث عنده رأي آخر، ما خصوش يعيش المرأة ديالته في المغرب وولاده في المغرب، وهو بوحدو كيتكرفاس وبوحدو ما تيلقى يدير، يعني أشنو فكر فكر يجمع الشمل، وفي هذا الشمل كان خطأ. يعني ما له الا نحلل الخطا على اي طريقه من طرق ديال العلم النفسي. هذا تفضل باش ندخلوا في غمار الروايه ايضا رقصات الدم ونقربوها من. انا نمهد لك بواحد السؤال، رجع دائما الفكره اللي تكلم عليها شويكه في الاول، وهو حضور الشخصيه النسويه في الكتاب ديالك، وانا كنعرفك كتشتغل بشكل كبير على المراه. نتكلموا على وجود المراه في الروايه ديالك، وكيفاش حضر المراه في روايه رقصات الدم عند علي أفيلال. اولا علي أفيلال لما بدا كيكتب حي ديك الهيمنه الذكوريه على المراه. نعم تنشكرك على يعني معناه انني عطيت للمراه اي شخصيه من الشخصيات النسويه اختيطها، هي الحريه، هي التي تتحكم في السرد وتتحكم في الشخصيات، ويعني بكل صراحه هي اللي كتمشي. الكاتب كيبقى بعيد، يعني المراه فرض وجودها، فرض كل شيء، بدليل اعطي لمحه بسيطه على روايتي نساء لا للحب. روايتي اللي سالوا الحب، الكاتب عندما بدا العنوان يعني هجموا عليه ثلاثه ديال النساء وطقوا وداروا في واحد المكان وقالوا قعد هنا، راه ما بقاش المراه كما كانت من قبل، ضعيفه وما تعرف تقرا وما تعرف تكتب. ذاك السرد اللي غادي تقول لنا حتى في الروايه حنا قادرين باش نعرف ذاك السرد. بغيتي تقول الاصوات، غالبا الاصوات حنا ثلاثه الاصوات، يعني معناه ان كل مراه
إلا وعندها رواية. كيبقى هذاك الإنسان محكوم عليه في هذيك البلاصة ما يدير، واش كيقول هو؟ غادي يعجزوا هذيك الناس، في الوقت اللي غادي تعجز هذيك المرأة أنا غادي ندخل. بقات لا الرواية غادي بحال حتى في الآخر، في الأخير بين كل مرأة قتلت الضحية ديالها. يعني كل رواية كل فصل اللي دارتها حتى تخرج الدعاية، في الوقت اللي كتحكم هي بديها أش كيدير هو؟ كيعلن على الفرح ديالو لأن راه قريب من النهاية. لأعود إلى رقصات الدم اللي فيها تا هي النهايه يعني ديالها فيها القتل. لينا فيها القتل لينا بغيت ننتقم. انت رجل انتقام. لا المراه جايه باش تنتقم، لماذا؟ لينا الود ديالها حنا غادي ناخذ الروايه من الاخير ديالها. عندها واحد الود تيقول بغيت نعرف با. يا ودي راها كاين تيقول والو بغيت نعرف با باي طريقه كانت. هذيك السيده بحكم انها عندها اتصالات في باريس وعندها سلطه في عده مكان الى اخره قد تبحثوا لي على فلان. فالوقت اللي بحثوا لي على فان في القهوه فين كاينه الى اخره، شنو قررت؟ قررت تدي لي ولدو. فالوقت اللي غادي يشوفوه تقتلو. كيتلقى مع هذيك السيده في جامع الفناء، في سمع الفناء تيمك في هذيك الساحه كياكلوا كيعطينا نظره على مراكش وكيعطينا نظره على كيفاش كي بعض الناس كتقوا بعده لغات بحال المراه اللي كتنقش الحنه الى اخره، كتجبر المراه كتكلم ثلاث لغات. انت كتنقل لنا السي عليا في لا تسمح لي قطعتك، كتنقل لنا يعني من الاجواء المراكشيه الى الاجواء الباريسيه، خلقتي هذه الشخصيات بما فيها الشخصيه ديال هذا الرجل المافيا الكبير اللي عنده تعدد الوجوه وتعدد الصور، ولكن هذا الشيء كيتماشى مع اللغه، وهذا هو الجميل في الروايه ديالك، هو اللغه، اللغه اللي كتستعملها في الروايات ديالك، حتى في زموريه انا من اللي تنطلعوا عليها ولا في الروايه الاخيره اللي كنناقشوها اليوم، انت تكتب في فصول عديده، كاين تقريبا في هذه اكثر من 47 فصل، ولكن راها الروايه تقرا كل فصل يمكن ان نقراه على حده، وهذا ما تيخليه تكون عنده قصه وكيخليه يكون عنده بدايه ونهايه وهو فصل واحد، ونقدروا نقراوها كامله وفيها خيط واحد غادي من الاول حتى الاخير، ولكن الكتابه كتابه بالشعر، وهذا هو الجميل، وكاننا نقرا قصيده شعريه. شكرا. يعني كيف يتسنى للروائي ان يكتب روايه بهذه المجموعه من الفصول لكل فصل يقدر يكون مستقل ويعطيها الطابع الشاعري. لينا سيدي الكريم الا غادي نمشي على غادي ناخذ الروايه على الشكل اللي هو معروف وغادي نتبع هذيك الطريقه او نقلد، ما حطيت والو. اذا كي خصني نختار نمط عندي انا مثلا على قبل ما كنمشي البني بالروايه اللي كتبت بحادث واحد وتبقي تمطط الى اخره، وبطل واحد ايضا تب البطل واحد ما كتأملش البطل إذا. لا اذا كان بطل احد غتكون صعوبه للكاتب سواء تكون عنده دراسه في علم النفس او في اي حاجه، لان شخص واحد صعيب. لان غادي ناخذ بحال المسرح مثلا المسرح الفردي واش غادي يطربك؟ صحيح. لين علاش كتمشي وكتجي ولا كتعرف اش غادي يقول؟ لا اما الروايه على الاقل اشنو كنقول الروايه كان اللي كنامن معنا كل واحد عنده حق في كتابه الروايه، ولكن انا المسار اللي صرت ليه انا كنعطيك لا تقرا لي الورقه الاولى راه تصافي راه مشيتي. ومني تنقراو ملي كنقراو الورقه الاولى ديال الروايه ديالك كنلمسوا واحد العمق كبير في العلاقه ديال هذا الابن اللي كنتي كتكلم عليه مع الاب ديالو، وبالتالي هناك واحد الاشتغال بشكل كبير على العلاقات الانسانيه. قبل كتكلم على الام ايضا، هنا حاضر الاب ايضا. علي أفيلال واش كيستحضر ربما ما كان يعيشه العلاقات اللي كانت عنده هو ايضا مع الاب ديالو ومع الام ديالو، وهما اللي كتحضر هنا بطريقه بأخرى في الرواية ديالك؟ لأبتعد من هذا وأتي في مكان آخر. يعني الرواية كيف قرأت وكيف تعلمت وكيف تعلمت أكتب الرواية؟ أنا متفق ما كاين بزاف هي ديال الإنسانية، ولكن هذيك السيدة اللي كنهضروها الآن بحكم أنا قررت باش عندما يصل الولد إلى باه غادي تنتقم الأب. الولد لما وصل لباب المقهى ذاك الحنين أو ذاك الدم أو ذاك المحبة يعني شاف الاب ديالو، راني قلت له هذاك هو باك. هذاك دخل المقهى على نيته شنو يدير باش يقتل باه. الباه جاي ذاك السنين اللي كان فيها المشاكل وهذا كلها طاحت. في الوقت اللي جا الاب دير هكذا الولد
أربع الأحضان ديال با. السيدة قادة ذاك الفردي وكترعد كترعد يعني بات غير باش تاخد دي سميتو ديك الطلقة الأولى مشهد سينمائي في المافيا ذاك تفضل سي محمد الطلقة الأولى جميل جميل وكأننا نعيش في صالون حلاقة وهذا هو الجميل في الكتابة عند علي أفلال أن هذا القصص اللي ربما سمح لي سي محمد ما قطعت شي بشكل ولكن هذا هو الجميل الانتقال من هذه العوالم إلى عوالم روائية وكتعطيها هذه الصبغة السينمائية تفضل سي محمد لا أنا بالنسبة لي يعني المثير في كتابة علي أفلال وفي الصوت يعني الخاص هو أنه أنا بالنسبة لي حينما أقرأ روايات علي أفلال أحس بأنه قاص أولا وقبل كل شيء لأنه كل رواياتي مكتوبة تقريبا بطريقة مرقمة الرواية التي نتحدث عنها تبدأ من رقم 1 إلى رقم 34 وهي تقريبا شبه أقصوصات تكون المتن الروائي بصفة عامة طبعا. ثم بعد هذا المسألة التي أشار إليها نجيب هي اللغة أن الشخصيات لها لغتها وليست لغة السارد العالم اللي كيجي من الفوق إلى غير ذلك وهذا السؤال الأخير اللي تحدثت عليه هو الكابوس أن أنت حكيتك أيضا مع السينما لم يتم تحويل عمالك اليوم إلى يعني إلى السينما رغم أن تكتبات في بعض الأحيان سيناريوهات في هذا المقام هذا ذكرته واحد نختار كان واحد نقاش ديز ما بين الكتيب والمخرج اليوم راه كاين مخرج غنطلبوا عليك واش المخرج راه كيدير روايه الهجره وقارئ مزيان وكيشتغل على الهجره مزيان سأرحب بذلك كان عندك نقاش زوين بقينا حنا في فرنسا كنتناقشوا على هذه القضيه دي واش الكاتب عنده علاقه بالكاتب واش الكاتب عنده علاقه بالمخرج يعني شكون اللي كيعطي العمل هذا كيفاش هذا يشتغل على طريقة هذا حنا عندنا في المغرب كان عندنا واحد المشكله كنعانيو منها الكاتب وحده والمخرج وحده لان علاش الكاتب اش كيقول لك هذاك السيد اللي كون بغاني غادي يجي عندي والمخرج يعني غلب عليه اللغه الفرنسيه اش كيقول واحد المؤتمرات واحد الخطره قال لك ما عندناش روايه إذا ما يمكنش هذا مشكل مطروح خليك معنا علي أفلال مازال النقاش داير حول وعي الأدب بالهجرة ووعي المهاجر بالأدب غادي نستقبلوا ضيفنا الثاني اللي غادي يغني معنا النقاش وهو باحث وناقد في هذا المجال مشاهدينا الكرام نمر إلى الفقرة الموالية جمهورنا الكريم تصفيقات حارة للناقد محمد معتصم أستاذ معتصم مرحبا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج صدى الإبداع أنت من النقاد اللي كيشتغلوا في الحقل الأدبي بعمق استقبلناك اليوم باش نناقش معنا موضوع مهم هو الأدب والهجرة علاقة الأدب علاقة الهجرة بالأدب وأين هي تجليات الهجرة في الأدب وأين تجليات الأدب في الهجرة قبل ما تناقش معنا الموضوع وقبل ما تدخل في نقاش مع الصديق ديالك علي أفلال خليك مع التقديم من إنجاز محمد مرحبا بك سي محمد له صوت متفرد في سماء النقد العربي والمغربي راكم عدة أعمال منذ يعني تقريبا الثمانينات سي محمد إذا لم تخنني الذاكرة من موالد مدينة الدار البيضاء ويريد أن يميز نفسه بصفة الناقد الأدبي له تكوين في الأدب العربي من كليتي الأدب بعين الشوق ومحمد الخامس بالرباط حاصل على جائزة المغرب للكتاب صنف الدراسات الأدبية سنة 2005 عن كتابه الرؤية الفجائعية الرواية العربية في نهاية القرن العشرين شارك في لجان تحكيم أدبية منها يعني جائزة أدب الشباب لاتحاد كتاب المغرب جائزة المغرب للكتاب أيضا نشر عدة مقالات ودراسات متخصصة بمختلف المجلات العربية والمغربية صدر له لحد الآن 26 كتاب مشترك 16 كتاب ورقي و8 كتب إلكترونية سيصدر له قبل أن أعرض عنكم بعض النماذج من الكتب التي صدر لها التي صدرت له المتخيل مشترك يعني في الرواية العالمية مساهمة المرأة في تطوير المتن السردي العربي النسائية النسوية الأنوثة وما أقل يعني النقاد الذين يميزون بين هذه المستويات من كتبه التي بيننا اليوم الخيبة المبهجة قراءات لتجارب من القصة القصيرة في الأردن المتخيل المختلف دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة قراءات أو قراءة الرواية وكتابة الذات دراسات في تجريب الرواية العربية ونحو المحكيات السردية ويعتبر السي محمد على أن هذا الكتاب يقدم فيه نظرية خاصة يبقى للنقد والبحث الأدبيين الحسم فيهما ونقدهما السي محمد مرحبا بك معنا في هذه الحلقة الخاصة بالأدب والهجرة وكنعرف بأن لك كتاب يعني قيد الطبع والتنقيح إلى غير ذلك حول علاقة الأدب بالهجرة صراحة أنا حائر هل نبدأ بالهجرة في الأدب المغربي أب يعني الهجرة عامة وحضور المهاجر في الأدب المغربي والعربي والعالمي أترك لك يعني فاتحة يعني الكلام أولا أنا سعيد جدا أني أكون ضيف على صدى
الإبداع. مرحبا وأكون أيضا إلى جانب كاتب مغربي صديق راكم الكثير من المؤلفات بروح عصامية وبمتابرة، وطبعا استطاع أن يفرد صوته بين أصوات عديدة مغربية. الحديث عن الأدب وعن الهجرة يمكن أن نتناولهما من زوايا متعددة. أولا أن الهجرة حاضرة بقوة في إثراء الأدب العالمي، ليس فقط الأدب المغربي. إذا أردنا أن نفكر في الأدب العالمي يمكن أن نعود مثلا إلى تجربة العشرينيات مثلا في باريس، حيث هاجر تقريبا جل الأدباء والكتاب العالميين الأمريكيين على رأسهم هيمينغوي وأيضا سكوت فيتزجيرالد، أيضا إزرا باوند، ومن إيرلندا كان جيمس جويس يقطن بفرنسا ويكتب. جيمس جويس كتألف ألف مؤلف رهيب جدا، والتجربة إليوت أيضا أذكر أن سامويل بيكيت كان يعيش مع جويس ويشتغل معه. هي شلة سمتها شتاين بالجيل الضائع، لأنه الجيل الذي عايش الحرب العالمية الأولى، وطبعا جاء باحثا. إذا كانت الهجرة الأولى كانت البحث عن إلدورادو في الولايات المتحدة، ففي العشرينيات أعتقد أنها البحث عن الحرية والبحث عن الحرب وعن المغامرة التي قادت هؤلاء الكتاب العالميين إلى وأعطت أدبا رائعا. طبعا في فيتزجيرالد مع غاتسبي المانيفيك وديامون غرو كوم لوريت، وأيضا إرنست هيمينغوي في واقعية جديدة باري تون فيت، كتاب سميته باري تون فيت، الوليمة ترجمه العراق الوليمة المتنقلة، وهو كتاب رائع جدا. ولا يمكن أن نتحدث عن هذه الفترة دون الحديث عن رجل بصم لتاريخ الأدب العالمي، وهو يقيم كصعلوك بين قوسين في باريس، هو هنري ميلر الذي كان يعيش مع أنيس نين، وكان له صديق مهم اللي هو الكاتب العالمي الكبير لورانس دوريل اللي كتب لوكواتيور دالكسندري. يعني هنري ميلر في الحقيقة يتحدث في عن هذه التجربة بنفسه، ويسمي من خلالها أن كل أعماله هي عبارة عن سيرة ذاتية ولا يسمح أن يكتبها غيره، بل كتبها هو بطريقته الخاصة. وطبعا هو أنا شخصيا هنري ميلر كاتب عالمي، لكن شخصيا أنا ما أستطيع أن أقرأ هنري ميلر دون أن أشعر بنوع من واحد الروح الكريسبي إلى غيره. فكان عنيفا جدا في فترة قراءته أول مرة، لكن طبعا هنري ميلر لا يتناقش حوله او لا يتناطح حوله عمزان لغتك يختلف حوله اثنان، فهو كاتب عالمي رائع. لكن يظهر هؤلاء الكتاب ان الهجره بالفعل هي رافد اساسي لاثراء الادب الادب كمخيله أو كتخيل مثلا. الآن في الإحصائيات اللي ظهرت أن الرقم من خلال المؤتمر اللي تنظم في مراكش، الناس يتحد يعني يكادون يتصورون على أن العدد المهاجرين قلال. اليوم الرقم صادم، 200 مليون مهاجر اليوم كاينه في العالم، وتعتبرت على أنه اليوم يجب إزالة الخوف المرضي الفوبيا من المهاجر. المهاجر أثرى الثقافة العالمية، وأثرى أيضا المخيلة العالمية، وأثرى أيضا البناء طبعا، وأيضا فك الحدود إلى غدك، رغم أن مشكل الحدود باقي بها. إحنا كنتحدثوا اليوم على الأدب، أنا بالنسبة لي صعيب على علاش قلت لك السي محمد نخليك مفتتح القول، لأن أنا بالنسبة لي هناك هجرات. إلى بغينا نتحدثوا أولا، هناك هجرة المغاربيين إلى فرنسا اللي جات من بعد المسألة ديال الاستعمار، هناك هجرات أيضا المشارقة إلى أمريكا. أمريكا الرابطة معروفة جدا إلى غير ذلك. ثم هناك هجرات العرب فيما بينهم أيضا.
الى اي حد اليوم هجرات الاجانب الى البلدان العربيه مع ايضا الذين تركوا نعم مستشرقين الذين وان كان لان الهدف يعني يعني مختلف ولكن الذين فضلوا ان يستقروا مثلا حلقه يعني طنجه مثلا ماتيس دو لاكوا يعني ولي بيتنيكس كاملين بقيسين واش يمكننا نتحدثوا على شي خصوصيه او جماليه لهذا الادب بمعنى انه بالفعل فيه الحنين فيه الغربه فيه التثاقف فيه كذا او لانه ادب كباقي الادب يكتبه شخص اينما حل وارتاح؟ لا طبعا هناك خصوصية على مستويات أولا على مستوى الموضوعات يمكن أن نذكرها بشكل عام ثم نرجع لها في المبان. أولا كاين هناك في خلال الكتاب اللي تكلمت عليه والمخطوط اللي هو في طور الإنجاز هناك ميزة أولا مرتبطة بالموضوعات وممكن صنفوها منذ جيل الخمسينات أو الستينات ثم هناك أيضا تميز آخر على مستوى البناء النصي فممكن نتكلم على مغاربة ممكن نتكلموا على عالميين مثلا ممكن نتكلم على ميلان كونديرا شنو دار في كثورة في الأدب الفرنسي ممكن نتكلموا مثلا على مغاربيين تونسيين وجزائريين ومغاربة كيف أثروا اللغة الفرنسية وأثر بمعنى على مستوى الهنود الذين أثروا اللغة الإنجليزية طبعا الهنود الباكستانيين هم عالمين ومشهورين واعتبرون الآن ضمن المنظومة الكتاب الإنجليزية أعطينا أسماء المغاربة اللي كتكلم عليهم إلا سمحتي مثلا أنا دويت على الشريبي دويت على طاهر بن جلون مثلا ممكن طاهر بن جلون حتى في المرحلة الأخيرة ممكن محمد بن هذا المحبي بن بين مثلا فهذه موضوعات جديدة غير الموضوعات اللي تكلم على السي أفلال إلا بغينا نجيبوا مثلا لمستوى الموضوعات ف أن واحد الجيل اللي هو مرتبط بأنا سميته جيل العمال ودرت فيه طبعا علي أفيلان هؤلاء تخصوا في المتون فقط علاش لأن في الوقت اللي كانت صدمة مع الغرب أيقظت الحنين ديك النوستالجي للوطن وهذا الحنين للوطن خلق مشكل آخر أو موضوع أخرى عميقة جدا وهي مشكل الهوية في البداية كان طبعا الفرحة اللي تتكلم عليها السي علي أفيلال تحسين وضعية الاجتماعية والتعرف على مشاكل المهاجر المعروفة بشكل عام في البداية لكن فيما بعد تحول المشكل من الاندهاش والصدمة والمفاجأة إلى مشكل هوية ومشكل هوية بمعنى طرح سؤالين العميقين اليوم بالنسبة لي أنه محور الفاجعة في كل أدب وهي سؤال الهوية سؤال الوجود وسؤال المصير كما تتكلم سي علي أفيلال حاليا فمن خلال صوته تنسمع فيه تقول ومن بعد وحنا عندنا واحد وهذا مفجع اللي على ذكر الهويه هناك ورقه نقديه قريتها حول العالم يعني وحنا كنوجدوا هذا الموضوع ديال الهجره والادب قريت واحد الكاتب امريكي هو كاتب امريكي اللي كتب على الهجره والنقطه كانت جميله بزاف قال بان المهاجرين الغرب الامريكان ملي كيمشيو مثلا لفرنسا اللي تكلمنا عليهم ما عندهمش وارده مشكله الهويه في الكتابه ما هي من قوي ملي كان كيكتب ما كانش كيتكلم على الهويه الامريكيه وكانه يعيش في بلد ما مش عاش في اسبانيا ودار الحرب مع الركعه المتعارفين وعاش في ايطاليا وعاش هنري ميلر هكذا كجويس بيكيت يعني اسماء كثيره اللي نقدروا نتكلموا عليها ولكن دار واحد الربط بالناس اللي كتجي من دول ما يسمى بدول العالم الثالث بين قوسين كان وضعها انهم الناس اللي كيجيو مثلا من المغرب ولا من العالم العربي ولا كيجيو من تركيا مثلا الاتراك اللي كيعيشوا في المانيا هذا النوع ديال الادب هو اللي كيطرح مشكل الهويه واش لان هناك تصادم مع الثقافه الغربيه هو اللي كيخلي ان الانسان تيحس بان الهويه ديالو كتضيع وبالتالي كيطرح مشكل الهويه في الكتابه ومشكل المصير واش انت متفق مع هذا طبعا هما ولكن كاين كيبان لي جوج الوجهات هنايا اللي ممكن تعالج منها اولا المتخيل العربي الإسلامي لأنه مشحون بالقيم مشحون بقيم قيم عليا بمعنى موصول عليا وهو اللي تخلق مشكل الأزمة في مسيرات الواقع الغربي في وتيرته السريع الغربيين
بشكل عام، سواء كانوا من انتقل من أمريكا إلى إسبانيا أو إلى إيطاليا أو إلى فرنسا أو باريس القرن العشرين، أو من غيرهم فرنسي ينتقل أو ألماني ينتقل إلى أمريكا بأشكال يهودي مثلا أو غيره، فما عندوش مشكل. أولا ما عندوش مشكل، ماشي مشكل اللغة، عنده مشكل اللغة وعنده مشكل مثلا التعايش، ولكن ما عندوش أزمة ضمير. بمعنى القيم كضغط كممارسة ضغط داخلي اللي هي أصل وجوهر الهوية غير موجودة عند الغرب. لكن بالنسبة لواحد تركي مثلا أو واحد مغربي تمشي في الأول كما ذكرت فرحان، عاجبه الحال، عالم جديد، حرية شخصية، ممكن يشعر بنوع من الأمان في الغرب، ممكن يتنقل بحرية دون ما ممكن يتنقل بالبطاقة بدون ما يكون يلقوا بوليسي، بدون ما يلقى الزحام في الطاكسيات ولا في المترو ولا في هذا اندهاش أولي. ولكن ما تلبت إلا خمس سنوات أو عشر سنوات ثم تستيقظ مشكل الهوية. ولكن هذا أنا مسترجع غير لواحد الفكرة اللي تكلمنا عليها وهي المواضيع اللي شرتي لها في الأول، وأيضا واحد المسألة اللي كتواجد مع الأسف مجموعة ديال الروايات اللي كتناول موضوع ديال الهجرة، وهو بعد مرات كيكون واحد التسويق ديال صور فولكلورية يعني ديال المغرب. بالتالي هذا الحنين اللي كنتكلموا عليه دائما كنحطوا على نفس العناصر واللي هي اللي تلقاوها أشاك فوا في الروايات. فتكلم على مواضيع جديدة، ولكن مع الأسف ما زال تلقوا هذه الصور الفولكلورية عن المغرب في الروايات. هو من تنتكلم عن المغرب، أنا سمحوا لي تنبغي نصنف تفضل. هو كاين الرواية المغربية اللي تنتكلم عليها متعددة، هي مغربية لكنها رواية مكتوبة باللغة الفرنسية، وهذه غالبا ما تتميل حاليا إلى هذا النوع ديال الفولكلور، أو تتناول مواضيع اللي هي مؤشر عليها في الغرب. مثلا الحريق الحريق مثلا إرهاب. مثلا محي بن بنت تكتب روايته كانيبال. ولكن تترجم المغربية حراقة يعني بزوج، وهادو بالنسبة لي راه جوج المواضيع اللي هي في الإكستريميتي. فملي تتكلم عن كانيبال وكتعاود تحوله إلى حراق وتتحرض الحراق أن كانيبال، لا ولكن لا هذا ماشي مفهوم، غير باش ماشي هذا هو المفهوم. الترجمة لا، الترجمة ربما تكون غلطة غير باش نصفوا حتى الكتابة باللغة الفرنسية ولا باللغة العربية. راه ما كيقولش محي بن بين بأن الحراقة كانيبال، وما كيعنيش يعني الترجمة العربية أن اللي كانيبال راه محرقة، لا هو غير تسمية للكانيباليزم كيف كنعيشوه اليوم. راه وضعية العالم الجيوستراتيجية خلات الإنسان كياكل في الإنسان. هذا هو اللي بغا يقولوا، هذا هو الرسالة الجميلة. هذا تفضل سي محمد. أنا بالنسبة لي اليوم يمكن الحديث بنا يعني على هذا النقاش اللي دار، على أنه بالفعل اليوم على أن الكاتب المهاجر الذي ذهب إلى فرنسا وتعلم الفرنسية واندمج في الرؤية الاستراتيجية لفرنسا هو المهاجر اليوم الذي يحظى بالاحتفاء، بينما الكاتب الذي هاجر وهو يصر على الاحتفاظ بقيمه ويريد أن يكتب باللغة العربية ظل بطبيعة الحال كاتبا آخر والرؤية إليه. لكن وأنت الكاتب الذي أصر على أن يكتب باللغة العربية داخل باريس، هل تحظى بنفس العناية التي تحظى بها كبقية الآخرين؟ كلمة قالها العوفي، الدكتور العوفي قال واحد الكلمة من بعد شكرا للرجاء الأخ، قال لك بأن هاري أفلال هاتك أسرار ديال الهجرة. ولكن اتفق معك اشنو يعني معنى كلمه يعني هذيك ديال الاشرار ديال الهجره، لاني كناخذ ديك الحقائق اللي عشتها مع مليها حقائق ما يعني كيفاش الانسان حتى من الحلم ديالو كنعرف اين الانسان راه عاد بيتمدد فين يحلم، شنو هي الوصله ديالته. داك الاستيقاظ من النوم قبل ما يغادي السرير ديالو كاينه واحد اللحظه، ديك اللحظه ما تذكروش الطريقه السيكولوجيه ولا كيبدا كيفكر داك الحلم البعيد، يعني قبل ما كينوض كيدير ديك القضية بحال هكذا كنجبرو دائما كيشوف هذيك القضية. المهاجر بحال مثلا أنا غادي نعطي فكرة على أن هذا المهاجر في الوقت اللي كيوصل الأولاد ديالو في الوقت اللي كيوصل التقاعد، هذا الإنسان وكيدير رجع للبلاد ديالو إلا خلاهم فرنسا خذتهم الحضارة الفرنسية صبحوا يعني تقريبا نقول فرنسيين، يعني ما هو فقد واحد الجانب. يوصل التقاعد يقول المراه ديالته غادي نمشي ندخل المغرب. كتقول انت سير المغرب انا غادي نبقى مع ولادي. ها هو هنا هذا مشكل مطروح يعني الشر العائلي. خلاهم وبقى هو فرنسا وخلى الام وخلى الولاد، عندما يعود من غربته يجد غربه اخرى تنتظره. واصعب غربه
وأصعب غرباء هي عندما يكون الإنسان غريبا في بيته. صحيح. هناك ناس يعني صدمات يعني عشتها مع بعض الناس أنا تقول لك هناك القرآن الولد ولكن يشوف بحال ذلك الضيف الذي يأتي ويرحل. هذه طريقة اللي أنا كنمشي عليها. ولكن هذا كرجعنا في الكلام ديالك رجعنا للكلام اللي قال سي محمد هو مهم وأنا كان يعني كنشاطروا الرأي وكنبغيو مازال غادي نطولوا النقاش حول هذه المسألة المهمة. كيف يتعامل يعني الغرب كيف يتعامل الغرب مع مفهوم الهجرة مع كتاب الهجرة الذين ينتقدون العوالم اللي كيعيشوا فيها داخل أوروبا؟ نعم. ماشي غير في فرنسا، في بلجيكا، في ألمانيا، في إنجلترا، في هولندا، يعني في إيطاليا، مجموعة ديال المغاربة كيشتغلوا في هذا الحقل هذا. كيفاش كتكمل تتعامل معهم البلدان اللي تعيشوا فيها؟ هو في الغرب كاين تصور أن المؤسسة الثقافية هي مؤسسة بمعنى حقيقي، بمعنى لها منظومة ولها تصور. مجرد أن تكون خارج السياق فأنت مرفوض. ماشي فقط مهاجر، حتى مواطن. كان هناك مؤسسة تنتج فكر معين، تنتج عقلية معينة، تنتج أيضا متخيل معين وتسهر عليه وطبعا تموله وتفتح لآفاق كبيرة، مثلا إعلامية كبيرة بأشكال متعددة وحتى خارج حدودها السياسية الجغرافية ولا السياسية. فمجرد أن تزيغ قيد أنملة عن ما هو مخطط له كمؤسساتيا فأنت خارج المنظومة. خليك معنا باش نبقاو داخل المنظومة. خليك معنا أستاذ محمد معتصم، مازال نقاش داير حول الأدب والهجرة. شكرا مرة أخرى للكاتب علي أفيلال اللي حضر معنا وأغنى النقاش حول تجربته الخاصة. مشاهدينا الكرام نمر إلى الفقرة الفنية. جمهورنا الكريم، تصفيقات حارة للمخرج المتعلق محمد إسماعيل. مخرج وسيناريست من مواليد مدينة تطوان، درس القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط. في البداية ديالو اشتغل كمحرر بالتلفزيون المغربي وبعد ذلك كمنتج ومخرج. أخرج العديد من الأفلام، أذكر منها زمن العقر، ولاد البلاد، علاش لا. اليوم سعداء باستضافته لمناقشة موضوع الأدب والهجرة واللي غنحوله لموضوع السينما والهجرة. صدفة جميلة لأن محمد إسماعيل أخرج فيلم وبعد اللي كيعالج فيه موضوع الهجرة السرية واللي كان حقق نجاح كبير، وكذلك فيلم وداعا الأمهات اللي حضر فيه موضوع الهجرة كذلك. قبل ما ننقل الأعمال ديالو والموضوع أيضا كنقترح لكم نشوفوا لقطات من الأعمال ديالو. أرجو تهديتها السحي، ما بقيتش نقدر ندوز في الجبل. شوفي ظهر القضية حامدة، بغيت نعرف غير اش معطلنا هنايا. راكم عاولين على الحريق. نسيتي نسي لام تي في؟ ها؟ كان باسي فو مصطفى. معلم، ماني نعدي معاكم هاد الليلة. بقى حالك. Que je t'ai invité à la maison ce soir. Et tu vas pas encore me trouver une raison, pêche de flette. Il m'a rat de flûte. يا ربي عمران بن ديوان ديوازان دوات لي على الزواج بلا حشمه بلا حياه. Depuis quand une jeune fille religieuse et de bonne famille épouse un musulman? Jusqu'à quand on va accepter de vivre dans l'hypocrisie? Si tu n'as pas de père qui t'empêche de faire ces folies, je suis là moi pour arrêter ces mascarades. Les temps sont difficiles, j'arrive pas à m'adapter à ça. Ça va? Allez au chrétien. Henri Bisbaya Makash, Rechrik. Tربينا بحال الخوت. عيت معاه باش يبقى مع وليداته. ولكن هادشي اللي بغى الله. امين. انا بعدا قبل ما نجي نقول لك بحال الحاجه الوحيده اللي كانت قابله عليا الخيريه كنت كضرقني من الشتاء ومن البرد. تعلمت فيها بزاف د الحوايج زوين كنت كنقرا فيها. عارفه عندك شي حاجه ماشي عادك؟ لا ما كتفلى السي امين. ما كتفلى حتى شي حاجه، كاين شي مشكل؟ ما جايش الويكاند وديما جاي معطل وبدون سبب، والنتيجه راح معطلين البروجي. غتشد هذا البروجي غتعاودي لي دونديفو كامل. محمد اسماعيل مرحبا بك، شرفتينا بالحضور. الله يبارك فيك، وانا سعيد بهذا الحضور. وكيف قال سي نجيب ما كتبناش من قبل، وان كان الدعوات متكرره كانت من البرنامج باش نحضر معكم في مواضيع مختلفة، ولكن
أنت اليوم حنا الآن كل حاجة بوقتها. تابعتي معنا النقاش حول الأدب والهجرة، نقلوه ليك السينما والهجرة، شنو اللي يخلي سينمائي من الوزن ديالك يبقى يحب ويبغي يشتغل على موضوع الهجرة في الفيلمين ديالو السينمائيين؟ كل المواضيع اللي اشتغلت عليها كانت موضوع فيها الهجرة، الموضوع ديالها فيها الهجرة، الهجرة الداخلية، الهجرة في قوارب الموت فوا بعد، الهجرة المعاكسة، الرجوع، الرجوع في هنا ولا وادع عن أمهات، هجرة اليهود المغاربة، الهجرة الداخلية في ولاد البلاد طبعا. كل المواضيع اللي اشتغلت عليهم كانوا. علاش حاضر الهجرة عندك السي محمد في السينما ديالك؟ الهجرة موضوع إنساني خلق مع البشرية من البداية، يعني الهجرة هي واحد طريقة باش الواحد كي يمكن ينمي راسو، يمكن يلقى يكتشف حوايج أخرين، يلقى طرق العيش، يعني بداية الرعي والناس كتهاجر من مكان لمكان باش يلقاو الكلاء المشية ديالهم. والآن طورت هذه الهجرة، طورت حيت أصبحت يعني هجرة سيرية وهجرة الموت في الأوائل الستينات. تفضل سي محمد. معروف لأنه يعني السينما ملي كتناول الهجرة كتكون شوية مختلفة على الأدب، خصوصا أنها تظهر والناس كتعامل مع شخصيات إلى غير ذلك. سي محمد، الشخصيات أنت اللي تعاملتي معها في الأفلام ديالك، أنا باقي نتذكر من أوشتام، أنا شخصيا سافرت للشمال وشفت كيفاش هذا، وكنت ديك صاحب برنامج الزاوية حضرنا للتصوير. الشخصيات اللي تعاملتي معها كانت حاملة لواحد الرؤية وعندها واحد الرؤية، واش هذه هي الرؤية ديالك أنت ولا هي رؤية من الواقع اللي السي محمد كان بعيد عليها؟ مايمكنش نكون بعيد عليها. نعم، رؤية شخصية في وداع الأمهات كان شوية ديال الإيديولوجي وكذا، وكان شوية واحد لا ديستونس ماشي في وبعد. كنت كنشوف السي محمد اللي عاش في الشمال وكيعرف بالفعل شنو هي الهجرة السرية وكيشوف قوارب الموت إلى ذلك، ولكن هذه الموضوع ديال وداع الأمهات كان شوية فيه صناعة الشخصية، وكان الحذر ديال المخرج والكاتب ديال السينما يكون شوية كاين واحد لا ديستونس. حسيت أنا الموضوع واحد متفرج، الموضوع كان كيفرض نفسه، موضوع اليهود، موضوع اليهود يعني مايمكنش يتصرف بواحد الطريقة يعني على هواك. كنت مقيد نوعا ما أولا بالتاريخ، بعد التواريخ المهمة كذاك إيغوز مثلا، يعني هو كل موضوع كيفرض عليك واحد كيفرض الطريقة، عليك واحد طريقة تناول معينة. نعم. كيفرض عليك شخوصه. نعم. فهمتي؟ هذا هو. سي محمد معتصم دائما في نفس السياق. ملي كنا كنتكلموا على الادب والهجره غالبا ما كنا كنتكلموا على ادباء روائيين اللي هما عاشوا الهجره وهما اللي كيكتبوا على الهجره، وبالتالي على اشياء اللي عاشوها شخصيا. الان يمكننا نتكلموا ايضا على مخرجين اللي كيكونوا با فورسيمون عاشوا الهجره، يعني عاشوا في المغرب، ما عاشوش كاع هاد اللحظات، هاد الحنين اللي تكلمنا عليه، ولكن تيحكيوا عليها. كيفاش كتنظر لهاد المساله هذه ديال هاد الفرق اللي يمكن ليه يكون عند شي واحد اللي تيشوفها بواحد بلو غوكول، يعني ما عاش المساله، ولكن شي واحد كي كومبليتوم دون لو بان وكيعاود على شي حوايج اللي عاشهم شخصيا؟ بحال هو نديرو التصنيف عاوتاني. هو انا عقليتي مصنفه. نعم، تفضل. ما يمكنش نتكلم عشوائيا. اولا بالنسبه لي السينما هي لغه العصر. هذا شيء مهم، ولأنها أكثر تأثير الآن، ولأنها تصل بالعمق، ما عندهاش لغة تحتاج المجاز أكثر بحال في الأدب إلى غيره. لكن بالنسبة لسؤالك هل هناك مسافة، طبعا الكاميرا هي مسافة في حد ذاتها، لكن فأمور ماشي الكاميرا، مورا الكاميرا كاين مخرج، ومورا المخرج كاين مجموعة ديال الوثائق ومجموعة ديال المتخيلات وعد موقف وتصور الايديولوجي مثلا كما تكلمتوا الان. نعم. انا شفت مثلا اعمال حتى في الادب الان ما تتكلمش غير على هجره اليهود.
إلى فلسطين، لما كنا في نفس الأعمال قريت أعمال فيها هجرة إلى فلسطين وهجرة مضادة العودة إلى المغرب وتتكلم على الخيبة في نفس الوقت وعن الأفق المنكسر إلى غيره. بالنسبة للسينما ممكن المخرج يكون ما شافش ما عاش تجربة الهجرة، ولكن يستطيع أن ينتج فيلم أكثر واقعية وأكثر تأثيرا. هناك العديد من الأفلام العالمية للمخرجين ديالها ربما ينحدرون من أصول غير أمريكية غير، ولكن راهم تكلموا على الهجرة في الأفلام ديالهم، هما مولودين في بروكلين ولا في ليت الإيطالي باش ما نذكروا الأسماء، ولكن هادوك الناس راهم كانوا كيتكلموا على الهجرة لأنهم بحثوا فيها وخدموا عليها ومشاو شافوا الوثائق. وهادشي اللي كيقول سي محمد إسماعيل، غير اللي الجميل في سينما محمد إسماعيل، وأنا كنعرف سي محمد منذ قبل من أوشتام لأن واشتغلنا بزاف على هاد الأمور، هو من الناس اللي عنده دابا هو قارئ كيقرأ يعني كيقرأ ورجل تاريخ هو كان محرر يعني رجل كتابة أيضا، العمل ديالو على السيناريو هذا هو المهم عندك سي محمد، وأنك ملي كتبغي تشتغل على السيناريو قبل ما كتشتغل وكأنك تعيش القصة لسنوات عديدة، وهذا هو اللي كيخلي سي محمد إسماعيل رغم هذا المشوار الطويل ما درتيش أفلام كثيرة باش غير دير أفلام كثيرة، ولكن درتي أفلام هادفة لأن عندك مواضيع تريد أن تخرجها للعالم. يعني أشنو اللي كيخلي مخرج بحالك أنه يقضي سنوات عديدة في البحث باش يدير فيلم واحد بحال وما بعد؟ تشد الكاميرا بدأ تصور، كتابة سيناريو كتأخذ واحد الوقت، وقبل ما تأخذ ذاك الوقت كاين توثيق البحث تاريخي، بحث تاريخي أولا، بحث ميداني ثانيا، يمكنش تشد هكذا يعني ماشي كوكوط مينوت. الفيلم كياخذ على الأقل 4 سنين 5 سنين باش يتصوب، باش كيتصوب يعني من الكتابة إلى التهيئة إلى التصوير إلى الإنتاج طبعا. ودابا بدات كتاخذ أكثر عرفت المشاريع المتواليه عرفناكم غادي توصلونا لهذه النقطه باش ما نوصلوش لها تفضل سي محمد. انا عندي واحد النقطه لان سي محمد انطلق وقال على ان نشغل هو بموضوع الهجره لانه موضوع انساني. في هذه السنوات الاخيره الافلام العالميه، وانا كنعطي غير مثال كونكريتيزي في المغرب، كانت تقريبا التيمه الاساسيه ديالو هي الهجره، ولكن كان فيها واحد الميساج اتونسيون الناس ما تهاجروش، من سيهاجر سيقتل، من سيهاجر سوف يتعرض للأبشع يعني الحطم الكرامة وغير ذلك. في عوض أن الهجرة كيف ما قلنا عندها واحد الجانب آخر اللي هو مهم اللي هو إطراء الثقافات، وهذا علاش اليوم مثلا السينما كتاخذ هذا الموقف هذا الإيديولوجي اللي كيخدم هذيك الفوبيا من الهجرة والخوف من الهجرة بل الخوف المرضي من المهاجر. كتشوف الإيديولوجيات الإيديولوجيات الآن يعني اللي في أوروبا هي اليمين اليمين واليمين المتطرف نعم، فهم كيف بغيتي هذا اليمين يشوف المهاجر وإن كان يعني يمكن يجيب برأس مال وإما ولا معرفة ولا يعني هو كيشوف فيه خطر مهدد ولكن غير هذه غير هذه النقطه ونعطيك الكلمه اسمح لي اختي مريم غير باش ما نفوتوش لان السؤال كان مهم، لان فعلا هذه الايديولوجيات الغربيه المتطرفه لان اليمين كيحكم وكيسود في اوروبا مش غير في اوروبا في امريكا وفي شعوب اخرى هي اللي خلات هذا التصور الهجره. ولكن هناك مخرجين كبار ربما هذا هو الجميل، وان هذوك المخرجين عندهم تميز هما اللي وصلوا للعالميه بشكل كبير. انا كناخذ غير مثل ديال فاتح اكن يعني التركي الذي يعيش في المانيا، هو الوحيد الذي يتكلم عن الهجره وهي شيء ايجابي ل المانيا، بزز منهم الالمان كيخصهم يعترفوا باللي هذوك 4 ملايين ديال الفيلم الاخير ديالو كاب كان الهجره الاخرى الارميه. ملي تناخذوا مثلا المخرجين اللي كيعيشوا في بريطانيا وعندهم اعمال مهمه، حتى الايرلنديين اللي كيجوا كيخدموا في بريطانيا جيم شريدان ولا دار انهم كيروجوا لطريقه اخرى. الهجره هي اغناء للثقافات ديال سي محمد وهذا هو المهم. السينما الاسبانيه، السينما الصربيه، ايميل كوستوريتسا، الاعمال ديالو كامله كتبين ما هي اهميه أن الشعوب تتلاقح وتتلاقى، هذا هو المهم. وأنت كتشتغل على هذه النقطة أكيد في الدائرة ديالك، كتشتغل على أن الشعوب خاصة تتلاقى، الشعوب خاصة تلحم. ما هي علاقة الأدب
بإغناء السينما، وحنا كنتكلموا كيف يمكن للأدب أن يغني السينما في هذا الحق، الحق الهجرة، باش يعطونا مواضيع كبيرة. وحنا شفنا من أن هناك عديد من المغاربة يعيشون الهجرة ويشتغلون عن الهجرة، ولكن السينما ما كتنقلش الأفلام ديالهم للوجود، أو لا يتعاملون مع أدباء، أو السينمائيين لا يتعاملون مع أدباء باش نشوفوا هذه الأعمال. هو خفت نبدا نصنف عاوتاني. لا صنف، انا ما كاينش كاين شي حاجه. قلنا ان ديكارت كان مصنف ولا قوانين المنهجيه التصنيف طبعا. علي بالنسبه لي في نرجع للفكره، بغيت نرجع للفكره الاولى بالنسبه للعلاقة بين السينما وما بين بين الادب. فالسينما والادب جوجهم فن، كلهم تدخلوا في الفنون الجميله، لكن الفرق الوحيد اللي بيناتهم هو اللي تتحكم في هو وسيله التعبير. فالصوره ماشي هي الكلمه، ضروري غتكون اقوى كل ما استندت الى الواقع والى البحث والى التنقيب والى التوثيق. الادب ممكن يستغنى على هذا الشيء كامل، فيعتمد على، لان وسيله التعبير ديالو هي اللغه ماشي ماشي الصوره. فبالتالي اللغه هي ما عرفتش نقول، اللغه هي ماشي شي حاجه اللي هي ماديه، بمعنى انه متخيل ممكن يلبس اي لباس، وبالتالي فهو يشتغل في مجازات واستعارات وكلمات متعدده. اذا سمحتوا نتكلموا على اخر عمل، اخر فيلم ديال محمد اسماعيل، فيلم احباط. دائما في كنتكلموا على هذا البعد الانساني الموجود بشكل كبير في الاعمال ديالك، قربنا منه اذا سمحتي. إحباط كنفضل الاسم الفرنسي لأنه ديزيسبوار. وانت لعبتي على الكلمة، لعبت على الكلمة لأنه وما لقيتش المرادف ديالها في اللغة العربية، يعني اللي يكون يعني قوي في حال الاسم بالفرنسية. أمل ولا أمل، هي واحد التجربة اللي كنت خايفان منها. علاش؟ أول انتقال من سينما الواقعية إلى سينما نوعا ما فيها سينما يعني فين بسيكولوجي، واحد هذا خلاني كنت واحد شوية ناخذ واحد المسافة، ناخذ واحد المسافة منه، لكن هرست المسافة بشريط قصير شقة سعود، شومغ ناف اللي كان تقريبا في حال هذا الستيل هذا. تمرنتي فيه؟ يعني تمرنت فيه. صحيح كاين دائما من عمل الى عمل، ودائما كنتعلموا، ولكن ما بغيتش ناخذ المغامره ديال ديزيسبوار في الاول. و بون كانت مغامرة واحد شوية صعيبة، لأنه كان عمل مختلف تماما من حيث أيضا حتى الأسلوب ديال الإخراج السي محمد أكيد مختلف، أكيد أكيد حتى الكاستينغ أيضا مختلف تماما. اعتمدنا على وجوه جديدة، اعتمدنا على مجموعة ديال المعطيات. نعم، التقنيات كتطور، صحيح، خص الواحد يطور مع العصر ديالو. وهذا هو الجميل عندك، هو انك كتاخذ المغامرة. عطو مداخلة أخيرة. لا أنا بغيت نخليها غير لأنه السي محمد عنده فيها رأي، والسي محمد ما غاديش بعيد عليها، هو أنه رؤية يعني المخرجين المغاربة اللي عاشوا بالخارج وتناولوا قضايا الداخل، ولا اللي داروا الهجرة المعكوسة. طنجة كنذكر مثلا الهجرة الكبرى ديال الفروخي، كنذكر انا واحد الفيلم رائع كان داروا يعني فروخي كور ميتراج حول الثقافة والتثاقف الى غير ذلك. كان كطلب منه الام شنو هو المغرب، والام ما قارياش، وكتقول لها الديكسيونير، تقول له شوف ولدي المغرب ما هو لا ديكسيونير ولا اي حاجة، وهي كتقول له، هي كتعطيه البرادة تاعي والصينية، وقالت لي ما كيفاش جلس وكذا الى غير ذلك. معنا واحد الرؤية واحدة اخرى. الى اي حد هاد المخرجين اللي جاوا من الخارج واشتغلوا على تيمة الهجرة، وانت اشتغلت على تيمة الهجرة، بالنسبة لك انت شفتي بانهم ضافوا، ولا تمنيتي انك تكون واحد النقطة ضافوها هما وانت ما ضربتيها السي محمد او غير ذلك؟ ما جايين بواحد الرؤية مختلفة. نعم، لان اللي في الخارج كيسمع ما كيشوفش ما كيعيش. نعم، مثلا في طنجة يعني مجموعة ديال الاغلاط، مجموعه ديال الاغلاط، لا في العادات ولا في التقاليد ولا حتى
يعني ما يمكنش تصور هذاك السيناريو يكون هكذاك. كنتكلموا على طنجة ديال حسن الكزامي في روج ديزيم طبعا. ولكن كيف قلت لك دائما كنقص ذاك يحاولوا يتقربوا من العادات المغربيه ومن هذيك. انا كيف كتكلم على الجروح وصل العوده اشني اش غادي يمكن ندير فيها؟ بالطبع ندير فيها واحد الباركور شفتو هذاك تيجا يعني جا رود موفي, رود موفي يعني في الطريق ولا بدا. فمعناك انا شخصيا واحد شويه جيزيت في هذا القضيه هذه. انا طرحت عليا الهجره يعني كمهاجر نمشي كمهاجر. لكن ما عمري هاجرت وما بغيت نهاجر. وكنت عندي فرص ذهبيه باش نهاجر ونعمل حياتي كيف ما بغيت تما. ولكن دائما عندي ارتباط بالوطن. كنقول دائما واحد الجمله لما نخليو هذه البلاد وهذه البلاد ما الى كل شيء هاجر هذه البلاد لمن غادي تبقى. والجميل هو ان ماشي كل شيء كيهاجر وان المغاربه كيتشبعوا. هذا هو دور السينما ايضا والفن ودور الفن والابداع. يعني وحنا كنتكلموا اليوم على الادب والهجره هو ترسيخ هذه الهويه المغربيه رغم في المطرح لنا كنحملوا معنا الطرف من الارض اللي هو المغرب اللي حنا كنحبوا وكنعتزوا به. شكرا لمحمد اسماعيل, شكرا كذلك لمحمد معتصم. نمر الى فقره الاصدارات. نعم نجيب, ونقترح على القراء اليوم كتاب كلي دو جيوبوليتيك لغابرييل بانون منشورات لا des chemins. Riwayat, une enfance à Fès, les Amina Mteris Saoudi, les Mashurat Marsam, ou à l'impasse de l'islamisme, cas du Maroc, les Hassan Aourid. صالح عليكم مجموعة كتب متنوعة أولها في مجال الفلسفة اللامرئي لكليمون روسي ترجمه المصطفى صباني ضمن منشورات المتوسط. على سفر لفريدة العاطفي مجموعة قصصية ضمن منشورات سلكي أخوين. هل للوطني ثمن سلوى القرطاء الغرداف تكتب ديوان شعر فصيح وزجل ضمن منشورات التوحيدي. جاك ديريدا يترجم عبد الرحيم نور الدين وخاصة مقالة يعني مرجعية الصفح ما لا يقبل الصفح وما لا يتقادم ضمن منشورات المتوسط. مدخل لدراسة القانون سياسيون اليتيود دي دغوا لجيهان العبيد وعبد الله مفضال ضمن منشورات المدارس بالدار البيضاء قراءة ماتعة. شكرا سي محمد, شكرا مريم نجيب. شكرا مرة أخرى لعلي أفلال, محمد معتصم والمخرج المتألق المعروف محمد اسماعيل حضوركم معنا وإغناء النقاش حول موضوع الأدب والهجرة. شكرا كذلك للشباب اللي حضروا معنا في الاستوديو. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على قناة الأولى. لنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.